السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في خاصيتين حلوين جدا في ارث جوجل. الخاصية الأولى إن أنا أقدر أجي هنا على الشخص دوت وأضغط عليه، تمام، فبيجيب لي خطوط خضراء بالشكل دوت. إيه معنى الخطوط ديت؟ ده معناها إن العربية بتاع جوجل مشيت في الطريق دوت وصورت الطريق، تمام. واخد بالك من كمية المعلومات؟ لو أنت جيت على أي نقطة فيهم ودوست عليها خلاص بيروح بيخرج جوه الطريق دوت. تقدر تمشي 360 بالشكل دوت. وتقدر تقول له طيب انا عايز امشي في الطريق دوت. لو بصيت هنا هتلاقي ان هو ساعات بيكتب اسم الشارع اللي انت موجود فيه. فدي بتبقى كويس لو انت مثلا عايز تشتري مكان او عايز تروح مكان، فيقدر يوريك بشكل 360 تقدر تلف في كل ناحية بالشكل دوت. طيب الخاصية التانية ان انت تقدر تشوف المبنى بتاعك 3D و 2D، يعني هو كده 2D، فانا هقول له وريهولي 3D، فتبقى انت شايف الحاجات بالارتفاع بتاعها تقريبا، تمام، من خلال ان هو اضاف الصور ديت ك 3D للمكان. فدي خاصيتين حلوين في جوجل ايرث.